11 دومينيخان ها 11 11 هاي فرقه كره قدم. يعني كيف دخلوا هالبنك وطلعوا من البنك وما حد شافهم؟ ايش يعني لابسين طاقه الاخفاء؟ رافي دافيدوفيتش ادون مناحم. هاي جون شلانو رافي. شالوم رافي شالوم. شد حيلك هلا نحن رح نطلب لك قهوه مشان نصحصح شوي ونعرف نحكي كلمتين. كافي كافي هريا. هن العباقره هيك دائما عندهم افكار كثير بيحملوها زياده عن اللزوم، بس لازم يفرغوا من وقت للتاني مشان يرتاحوا حتى مخهم ما ينفجر. رفي طفو 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 رفي. تسيم لف لدفراي خبيبي، إذا كنت أنا بدي أدخل لجوات الخزنة تبع بنك لأمي، أنت برأيك شو هالرأي؟ بسيط، إيش هي العوائق اللي ممكن تعترضني؟ معلش خدني على قد حالي. أنا دخلت لجوات الخزنة وتجاوزت كل العوائق الكهربائية وصفارات الإنذار وكل الأبواب المسكرة ووصلت، تعرف ليش؟ وصلت للليزر تبعك. أدو مناخم لا يمكن حد يعرف يدخل لغاية هناك لأني الكود اللي مصمم به حركة أشعة الليزر معمول وفيه احتمالات عشوائية لا نهائية، يعني لو في ناموسة هتعوز تدخل هتتحرق فورا. الموضوع معقد جدا لو من الاخر. معقد الموضوع معقد 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 يعني لو ناموسة هتتحرق فورا فورا. طب والكود ده معاك؟ حتى انا ما اعرفش افكه، لو حاولت افكه مش هعرف لانه هو بمجرد ما بيشتغل بيعيد ترتيب اوضاعه تلقائيا من نفسه كده. ادو مناخم دي مش اي خزنه كده على الماشي واي حد معدي يفتحها يعني. طبعا طبعا، بس في حد دخل لحد الخزنه وصل لهونيك ووقف مفعول الليزر تبعك. انزلوها في شاري ادو مناخم، انزلوها في شاري. كوفي، محتاج هذه القهوة أكثر منك منشان أصحى. أنت فايق ورايق بس أنا لازم فيق. حكي لي يا رفي، أنت كنت مقدم طلب على بنك في سويسرا منشان تتوظف بالبنك مش هيك؟ مظبوط يا دوم مناخم، بس هما اللي كانوا طالبيني. خلص، هن بعد اللي صار مش ممكن ابدا انهم يوصفوك. ذكر انا لو مأمين لو مأمين. رفي انت في مشاكل بينك وبين المدام مش هيك؟ أدو مناخم انت بتتهمني بيه؟ مش بتهمك ابدا. قل لي يا رفي انت اخر مره كيف دفعت ديونك؟ أنا كنت واخد قرض من البنك وأدوها لي في عارف كده. قصدك إيه؟ اسمع يا دوم مناخم، أنا ما اسمحلكش إنك تتهمني اتهام بشع بالشكل ده. قصدك إيه يعني؟ أنا هكون بعت الكود وأخدت ثمنه؟ هبيع بلدي؟ هبيع إسرائيل يعني؟ نيم أصلي يا دوم مناخم، نيم أصلي. شفت يا رافي إنك أنت فقت من غير ما تشرب القهوة؟ وعلى فرض ان انا بعت الكود زي ما انت متوقع، كان هيدخل البنك ازاي؟ هيوصل لغاية الخزنة ازاي؟ أدون مناخم الكلام اللي انت بتقوله ده لا يمكن يتحقق بأي صورة من الصور. اوكي
أدون مناخم، أنا مهندس كمبيوتر مش حرامي. وخليني أفكرك مرة كمان، أنا واحد من أكبر 3 خبراء سيستم أمني وأشعة ليزر في العالم ده كله. صح صح مظبوط، طبعاً أنا بعرف هذا الشيء، وأنت فخر بلدنا، إسرائيل كلها بتفتخر فيك، ما هيك حبيبي؟ أدون مناحم، أدون مزرحي. شيخك اللي باب يسرد حشيني. شالوم أدون مزرحي. شالوم أدون مناحم. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شاي كيك بفداي تي لأدون مزرحي. اهلا وسهلا أدون مزرحي. انا شخصيا سمعت كتير عن القهوه الحلوه تبعك، جاي على بالي شي يوم اني اجي اقعد عندك اشرب فنجان قهوه، بس مشاغل. زي كابود لي أدون مناحم. أهلاً وسهلاً. أنت عارف طبعاً اللي حصل بالمبنى اللي جنب القهوة، الانفجار سمعت فيه؟ أنا أول ما عرفت نزلت من البيت جارية فندم عشان أطمن على القهوة. أنا كنت قافل يومها عشان أجازة السبت. تودا لهيل، تودا لهيل أدون مزراخي. أدون مزراخي، أنت تعرف رافي دافيدوفيتش؟ أمال ده زبون عندي أدون مناحم. كويس كتير. ومين غيره زباين عندك في القهوة؟ ناس كتير. ناس كتير أدون مناحم. الحقيقة تقريبا هم ما بيتغيروش، بيعتبروا القهوة مكانهم. كويس، زي بيتهم طبعا. زي مين يعني من الزباين؟ يعني رافي لما بيجي عندك في القهوة مين الشلة تبعه؟ عوفاد يا سماك. ايوه، روني ميتال السمسار. كويس كتير. أدون ناجي عطله المصري. مين ناجي عطله؟ ناجي عطله. ناجي عطله هو اللي كان الملحق الاداري بالسفاره المصريه، عمل شويه مشاكل بعدين هو استقال او مشوه. ايوه أدون مناحم، بس صدقني كان راجل كويس قوي، كان بيعمل روح للقهوة. بعد ما مشي افتقدناه. هو مصري صحيح، لكن كان بيحب إسرائيل كتير.